مجهولي من غير إرادتي، كالمريض كصاحب السكر أو غير الكبير في السن، مرض يكون قد يصيب الصغير إذا كان مرض حسب الله موجود ما عنده جهاز يتحكم به، وخصوصا إذا انقطع النخاع الشوكي بسبب حادث أو بسبب يكون الشخص ما يتحكم به في الخارج. فقبول الرشيد يخرج منه البول أولا كما قلنا وهو حالة عادية، هو عادي معروف، فيخرج منه الودي، والودي هو كما قلنا ماء أبيض خاثر رقيق، أبيض خاثر لونه كالماء تماما، لا يميزه الشخص من البول إلا لخثورته، ويكون قليلا لا ليس بكثير، ويخرج دائما يقولون إثر البول أو قبله، هذا إذا خرج أيضا فهو ممطر للوضوء. طيب لا إراديا، إذا كان لا إراديا، لا إراديا، لا إذا خرج خرج سواء كان لا إراديا أو لا إراديا فهو يخرج اللا إرادي، لأن الودي يخرج تلقائيا أحيانا بنفسه، ما هو متعلق بالشفة ولا متعلق بالشيء، يخرج أحيانا قبل البول أو بعده، بعض الأحيان ما هو كل وقت. وبالتالي إذا وجده الإنسان خارجا من المسلك القبلي فقد بطل وضوءه، عليه أن يعيده من جديد. هذا الودي بالدال، الودي القسم الأول. النوع الثاني هو المذي بالدال والدال بفتح الميم وضم الدال، المذي كسر الدال وتشديد الياء، المذي، فهذا يخرج عند الشهوة سواء كانت بنظر أو بفكر أو بلمس أو بقبلة، مقدمات الجماع يخرج بها، وإذا خرج سواء كان قليلا أو كثيرا كما قلنا فتقدم معنا أنه يعفى عن يسيره، لكنه إذا خرج بالغالب يبطل الوضوء، وينبغي نطح مكانه إذا كان بالثوب، وصل منه شيء من الثوب ينبغي نطح ما وصل إليه الثوب، ما وصل إلى الثوب منه فينبغي غسل العضو من بدايته إلى منتهاه. هذا المني إذا خرج فقد بطل الوضوء، وكذلك المني من باب أولى لأنه يلزم منه ليس ذا الوضوء، لا يلزم منه الوضوء وحده بل يلزم منه غسل الجسد كله. هذه الأربعة باختصار هي الخارج المعتاد من قبل الرجل المألوف، وغير المعتاد من قبل الرجل هو الحصى، قد تخرج حصى صغيرة من قبل الرجل، وهذه اختلف هل تبطل أو لا تبطل، فإذا كانت ببلل معها خرجت ببلل معها فهي مبطلة للوضوء، لمن كان يأكل الحجارة مثلا وكان في في المكان الذي يستمع فيه البول تكون فيه حجارة متينة أحيانا تسد المسلك وتسبب العسرة، الصغار اللي يأكل صغار ايوه بعدين يأكل صغير، لكن هذه الحجارة قد تلقى في ماء في انبولته حتى بعد كبره وتسبب له مشاكل بعدين. نحن الله كلمة كثيرة ان شاء الله تعودوا هضمتهم ان شاء الله، ان شاء الله يعودوا خرجوا معكم، لكن في الغالب أن بعض الأمراض البروستات الأمور تحدث لكبار السن سببها حجارات تكون تغطي المحل، وأحيانا لا يمكن لأحدهم أن يتعافى من إلا بعملية حتى تنزع منه الحجارة، فإذا خرجت حجارة مثلا من المسلك أحيانا تكسر إما بعامل دواء مثلا بعض الأدوية تعمل الإنسان إذا كانت في حجر ويكسره سواء كان في الكلى أو في والمذانة أو في أنبولة يسموها مجمع البول، فبسبب عامل الدواء يتكسر الحجر
ويخرج قطعا صغيرة، فقد يخرج تلقائيا يكون بمسلكي، فإذا خرج ببلل المراد عندنا أنه غير معتاد. فخروج الدودي فخروج الحجري من المسلك غير معتاد، ليس كالمياه الأربعة التي ذكرناها. بالتالي إذا خرج ببلل فهو مفل للوضوء، وإذا لم يخرج ببلل فهو غير مفل للوضوء. هذا هو. وأما المسلك الأخير بقي القبول بالنسبة للأنثى، أنا كنا نتكلم عن القبول بالنسبة للرجل، بقي القبول بالنسبة للأنثى ولا يخرج منهم أيضا إلا ثلاثة أمور، وهي البول كما يخرج من الرجل يبول من قبولها، كذلك الحيض، كذلك مني المرأة، لكنه لا يخرج أصلا، عادة ينزلي إلى الرحم. في هذه الحالة إذا رأت إذا خرج البول بالت مثلا من القبول وجب عليها الوضوء، وإذا حاضت وجب عليها الغسل لا عند العلا ثم الوضوء بعد ذلك، وإذا لزمتها جنابة فعليها أيضا لزمتها جنابة والوضوء. بقي لنا القبول من من الأمرين، بقي لنا الدبر من الاثنين، من المرأة ومن الرجل. الدبر الخارج منه عادة هو الرجيع المعروف الغائر، وهذا يستوي فيه الذكر والأنثى، فهو معتاد لأنه خلق الله لذلك، وهو يعني الخارج بطريقة معتادة بالنسبة للذكر والأنثى متحد. فغير المعتاد فالخارج غير المعتاد من الدبر هو ايش؟ هو الدود مثلا، قد يكون انسان مريض فيه الدود ديدان فتخرج من الدبر خارج، وقد يشعر بها وقد لا يشعر بها. فإذا خرجت هذه الديدان او بعضها وكان لا يحمل نجاسة في بدنه أي رطوبة، اختلف كذلك كما اختلف فيه كما اختلف في الحصى، فهل هو مبطل أو غير مبطل؟ هذا كلام بعض الفقهاء. قال إذا لم تخرج من بلل فهو يعني خارج غير معتاد ولا يبطل الوضوء. بعضهم قال هي نجاسة لأنها خارجة من محل النجاسة ومتغذية عليها فهي، ولا تخرج عادة إلا برطوبة بالتالي فهي مبطلة للوضوء. هذا هو معنى الخارج من السبيل، القبول والدبر كما قلنا بالنسبة للمرأة والرجل، هذا كلامنا عنهما. معنى الخارج من السبيلين ثم السبيل يسره ثم أماته وأقبره. السبيل هو المكان المعتاد للخروج العادي، خروج الأمر العادي أو المعتاد كما يقول. وعلى هذا كن الله عنه بالسبيل، استمعنه الفقهاء وهكذا في هذا المعنى خارج من السبيل. الله سبحانه وتعالى حي يكني عما شاء بما شاء، هذا هو الخارج من السبيل. على كل حال وهي سبعة خارج من السبيلين على كل حال كما قلنا، سواء كان على الحالة المعتادة أو معنى قوله على حاله، فالمراد به سواء كان على الحالة المعتادة أو الحالة إيش غير المعتادة. فالحالة غير المعتادة شنو؟ فالخارج غير المعتاد من شنو؟ إيش هو؟ من القبول؟ القبول الحصى. الحصى. فالخارج غير المعتاد من الدبر والديدان، هذا غير المعتاد. الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، نحن هنا في الخارج كله، أنا خارج من السبيلين هذا حطينا على جنب وعرفناه إن شاء الله نعود عرفناه إن شاء الله. الخارج النجس من غيرهما، الضمير فيهما راجع ليش؟ السبيلين. أنا خارج من العين، خارج من الأذن، خارج من الأنف، خارج من الأسائل البدني،
إذا كانت فيه بذرة أو قرحة أو شيء، فإذا خرج دم من الإنسان بسبب جرح أو سبب أو غيره، فإذا لم يكن هذا الخارج من الدم أو القيح فاحشا فهو غير مبطل مطلقا. وإذا كان فاحشا بحيث يستكثر الإنسان، والفاحش هو كما قلنا كما تقدم معنا أنه هو ما يستكثره الإنسان عادة، وقد تراه بعض الفقهاء بالدرهم، درهم الحمار أو البغل. وإذا كان أكثر من ذلك فهو فاحش، فيجب منه الوضوء عند الحنابلة.